تقريبا 4 مليار تم طباعتها من روسيا زمان. اي بالضبط. آلية هذه الطباعة، يعني مسألة طباعة ال 4 مليار هذه، الأستاذ علي الحبري اليوم بعيدا كل البعد عن أي منصب سيادي، هل شايف أن هذه الخطوة فيها ندم من الأستاذ علي الحبري؟ لأن في من قال أن فيه تضخم وتسببت في انهيار اقتصادي، وفي من أشار إلى أن هذه العملية هي جريمة كبيرة جدا في السياسة النقدية والاقتصاد الليبي، فكيف ترد على كل هذه الأقاويل؟ أرد على أني لا يوجد أي نوع من الندم، بل إني واثق من أن هذا القرار كان في محله وفي وقته، وأن التأثير على التضخم هو مجرد فقاعة من الافتراءات غير المدروسة. ولعلمك الخاص لا يوجد في ليبيا سياسة نقدية، لأن كل الأدوات متوقفة. أنت لا عندك سعر فائدة، لا عندك اللي هو الأوبن ماركت أوبريشن اللي هو السوق المفتوح، ولا عندك سعر خصم، لأن سعر الخصم فائدة حتى هو. أنت كل أدوات السياسة النقدية متوقفة، أنت البند الوحيد اللي أنت تستخدم فيه اللي هو عرض النقود، وعندك اللي هو سعر الصرف فقط، لا يوجد عندك أي أداة أخرى. الأداة الوحيدة اللي ممكن تزيد التضخم مش كمية النقود، لأن كمية النقود اللي طبعت هنا هي الكمية اللي محرومة منها برقة أساسا. نعم. يعني أنت مفروض لو بدك في الوضع الطبيعي نفس الكمية هذه راهي جت من طرابلس، يعني نفس الكمية اللي طبعتها أنا اللي تو قلت لك 18 مليار في 7 سنوات. نعم. هي نفسها اللي جت من طرابلس. يعني لو أنا ما طبعتهاش راه طبعها الأستاذ الصديق من شركة ديلارو. لا يوجد لا زيادة ولا نقص. ولهذا لما تحسب تو أنت العرض النقدي على مستوى ليبيا، نعم، اللي هو 55 مليار، وتأخذ المعادلات اللي قلتها أنت اللي هو تحديد كمية النقود اللازمة للاقتصاد الليبي، حتلقاها نفس المبلغ، لأن هذا ذكاء لا علاقة بمعادلات الاقتصاد. يعني نعرف بالضبط كل خطوة نخطو فيها شن تأثيرها، ما لاش أي تأثير بالتضخم على الإطلاق. يعني ما كانش خطوة عفوية. التأثير الوحيد اللي له علاقة بالتضخم هو سعر الصرف. ما كانش خطوة عفوية أو لا خطوة لا. بأن أنا لازم نفزع ولازم ندبر فلوس. لا. كنت دارس تماما كل ما يجب أن يحدث.